نشطت ابنة فرعون هذه التي كانت تمشطها، يعني الكوافير التي كانت تزين شعر ابنة فرعون، وفرعون ينتقي امرأة عالمة بهذا الفن، فن تصفيف الشعر، لأنها ستصفف شعر من؟ ابنة ملك مصر. فجاء بأعلم امرأة، هذه المرأة سقط منها المشط فأخذت قالت بسم الله، كشف أمرها. ابنة فرعون تقول أبي، قالت ربي وربك ورب أبيك هو الله، كانت مؤمنة بموسى وهارون في الخفاء. سأخبر أبي، أخبريه. ماذا كان الحل؟ أخبرت أباه، أتى بها ترجع عن دينك، قالت لا، هذه امرأة وثبتت، تعلم منها الثبات. فأتى ببقرة، يعني حوض كبير من نحاس، أو حلة كبيرة من نحاس وفيها زيت مغلي، وأخذ طفلها الأول ووضعه في الزيت، فصرعان ما مات، وخرجت عظامه وهو يغلي وتفتت أمام أمه. ارجعي عن دينك، قالت لا أرجع. ابنها الثاني وضعه، لن أرجع. ابنها الثالث رضيع صغير لا يتكلم، أخذوه منها، ترجعي أم سنضعه. فكأنها تقعقع وخافت على ابنها، فإذا بالرضيع ينطق أمه اصبري فإنك على الحق، إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. الله أكبر. قالت أثبت، فأخذوه منها وضعوه، ثم وضعوها. قبل أن يضعوها قالت لفرعون، لي عندك طلب، ما هو؟ أن تجمع عظامي، ما عظام أبنائي، وتدفنهم، لأن المصريين لم يكونوا يفعلوا ذلك، كانوا يدفنوا على ملة الفراعنة، أرادت أن تدفن على ملة الله ورسوله. قال لك هذا، وفعلت. تتصور هذه المرأة التي ماتت قديما النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج يشم رائحتها الطيبة، فيقول عليه الصلاة والسلام: شممت ليلة أسرى بي رائحة طيبة، قلت يا جبريل ما هذه الرائحة؟ قال رائحة ماشطة ابن فرعون، بنت فرعون. الله أكبر. تعلم الثبات من امرأة فرعون التي كانت في قصر